صف وداير انا بوشوش الاصداء العشق لعب بقلبنا والحب مني خاف عرف وداير انا بوشوش الاصداء العشق لعب بقلبنا والحب مني خاف سلمت عيون الصبي بكامل الاوصاف بدر البدر لو طار يحلف عمره ما كان بدر البدر لو طار يحلف عمره ما كان زي ابتسام البدر ده الحق والانصاف وانا اشتغل رقصت عرايس وفطور رقصت المي في الكاس رقصت عرايس وفطور رقصت المي قبل الكاس عودت المسمار على دغمك يرقص ولا اكتعرك سلام يا سلام يا سلام من الاغاني انا بحبها قوي. خلينا نرحب بكل مشاهدينا في كل مكان، رب تقضوا عندنا وقت حلو وتتبسطوا وتنطلقوا. عندنا النهارده في 4 شارع الشريف، عندنا النهارده في الريستوران اكل حلو قوي قوي قوي، والنهارده مستخدمين ماجي. وخلينا كده نرحب بفرافيرو فريده موسى. يا اهلا وسهلا، اخبارك ايه؟ كله حلو، الفضي الملعلع ده حاجه بقى جايه ملعلطه انت عارف انا اموت في الحركات. هتعمل لنا ايه النهارده؟ النهارده هعمل كفته بالبصل المكرمل، هستخدم فيه خلطه كفته ماجي، وهعمل رز بالمشروم والخضار والجبنه والكريمه، وهعمل بطاطس مشويه بالخضار والجبنه. ثلاث اكلات. ايه الحلاوه دي؟ بس سهلين قوي. منوره كالعاده حبيبي، اهلا بيكي. بعد ما نخلص مع فرافيرو هنروح الكلينيك مع استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب، وكنت هقع دلوقتي مش عارف ليه كنت هقع لوحدي كده. بعد كده عندنا فقره رنين عشرة سنين، والنهارده هيشرفنا فيها استاذ احمد سعيد مدير التسويق بشركه رنين، واستاذ شريف عبد الرازق مدير مبيعات كبار العملاء بشركه عابدين، والنهارده هيورونا حاجات حلوه جدا جدا. عندنا النهارده فاشن شو، عندنا النهارده ديزاينر بتعمل حاجات حلوه قوي، التقيت بيها مره واحده قبل كده، بس حاجتها حلوه وكواليتي حلوه وجوده حلوه وفينشنج حلو وموديلات حلوه. فخلونا النهارده كده نرحب باستاذه دعاء الخرزاتي مصممه الازياء، صح الاسم كده؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت دايما حاجتك حلوه، ربنا يخليك، انت اللي عينك حلوه. ومن اكتر الحاجات اللي بتعجبني في شغلك السمبلسيتي، البساطة. هو ده المعنى بتاعنا. صحيح، لبس الحجاب يبقى بسيط. صحيح، منورانا ومشرفانا، وكل سنه وانت طيبه عشان المولد كان امبارح. اهلا بيكي. مدام في فاشن شو يبقى اكيد ايرا واخواتها بنات الشارع الحلوين قوي متالقين ومنورين. اهلا حبايبي حلوين، اكلتوا حلاوه المولد؟ انتوا تاكلوا حلاوه المولد، تاكلوا كل حاجه. انا مش عايز اقول لكم دول بياكلوا اكل وبيتخانوش، بالذات البيت فيكتوريا اللي هناك دي تقعد تلغ 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 ومفيش. صح؟ عارف يعني ايه تلغ؟ دونت اندرستاند؟ ماشي دونت اندرستاند. عندنا النهارده مزازيكي منورين، اهلا اهلا يا اولاد اتفضلوا. طيب خلينا نسمع اغنيه، بعد الاغنيه ناخد فاصل ونرجع لكم بعد كده في الريستوران مع فريده. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا
بعيد عن عينينا جينا للبحر جينا الشط وناس بعيد عن عينينا حلتنا المية مداري علينا ومن أهالينا طاير يا طاير علينا رجعنا لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفسار حاجه يحب يشارك بيها معانا خشونا على صفحتنا على فيسبوك 4 شارع شريف. واللي عايز يتواصل معايا انا على الانستغرام خشوا لي على شريف مدكور تي في. ما شاء الله الانستغرام بتاعي بيقل مش بيزيد، كل الناس بتزيد وانا الانستغرام اخش الاقي الناس الفولورز مشوا، اللي كانوا موجودين مشوا. ايه ده بجد؟ انا اعرف يا اختي غريبه دي. يعني تلاقي مثلا ايه جالي النهارده مثلا ايه 100 عملوا فولو و106 مشوا، فيبقى في 6 بتهزر. اه واخش على حد تاني من الزملاء اللي عنده ايه 4 مليون. ايه يا فريده؟ مش عارفه ايه الموضوع ده. انا عشان مش اكتف خالص فانت عارف. وانا مش بس لازم احس انه الانستجرام برضه لازم نبتدي شويه. مستقصدني؟ لا ما تقولش كده. لا زعلان مني. مموته. زعلان مني. عندي 100 النهارده فولورز هتلاقيهم. احكي لنا كده عامله ايه النهارده في الحاجات الحلوه. النهارده هنعمل كفته بخلطه الكفته بتاعت ماجي وهنعمل رز بالخضار وهنعمل بطاطس مشويه بالخضار والجبنه. اوكي. اول حاجه طبعا هنبتدي بيها الكفته. طيب بس احنا قبل ما نقول الكفته خليني اقول الحاجات اللي جنبي دي ايه. أوكي. في جنب الاكل هنا عندنا ماجي مقدمه طبعا حاجات حلوه كتيره هتسهل لنا الاكل، وبدل ما نشتري اكل من بره البيت هنطبخ الاكل اكل بطرق سريعه، هنخلص الحاجه بسرعه، اكل سريع وصحي لانه طبعا معمول جوه البيت، ودايما ماجي هتعمل لنا هنا وصفات مختلفه. عندنا هنا خلطه الكفته هتستخدميها دي اللي هستخدمها. اوكي. عندنا خلطه المشاوي في حلقه من الحلقات هنستخدمها لكم ان شاء الله. عندنا هنا خلطه البرجر تجنن حلوه جدا جدا جدا. عندنا هنا خلطه البشاميل بدل بقى ايه ما نقعد نجيب الحاجات الكتيره صح هنحط صح الخلطه صح دي مع اللبن هتدينا احلى بشاميل من ماجي. عندنا هنا خلطه الشيش طاووق برده نكهتها تجنن، جربوها هتعجبكم جدا. عندنا هنا اللي بعدها ايه خلطه الشاورما، شاورما الفراخ مع العيش التورتيا هتعجبكم قوي. ممكن تعملوا بيها شاورما، ممكن تعملوا بيها الفاهيتا، الاثنين بيطلعوا حلوين قوي بالخلطه دي انا مجربها. وهنا عندنا كفته الحاتي اللي بتدينا ريحه ونكهه طعم كفته الحاتي هتعجبكم برده جدا. ده غير طبعا عندنا مرقه دجاج ماجي ومرق مكعبات الخضروات، مرقه الخضروات برده من ماجي. الكيس من ده ثمنه 3 جنيه ونص. جاهزه؟ جاهزه. يلا بينا. اول حاجه هقول مقادير. نص كيلو لحمه مفرومه، كيس اللي هو الساشيه ده كفته ماجي اللي هو التتبيله، بقدونس مفروم، بصل شرايح، ثوم مفروم، زعتر فريش، كريم الطهي، دقيق، جوز الطيب، بيضه، بقسماط، معلقه صغيره زبده، زيت، سكر، ملح وفلفل. اوكي. تمام. الميزه بقى يا شريف في الخلطات بتاعت ماجي ايه؟
مش بتحتاج تحط اي اضافات ولا ملح ولا بصل فلفل ولا بهارات ولا كذا ولا كذا خالص. ودي بتوفر بدل ما تدوقي بتوفر طبعا 3 جنيه ونص على نص كيلو ده هايل يعني ولا هتحط اي حاجه ثانيه. صحيح. اول حاجه هاخد اللحمه. انت هتستخدمي الزيت ده في الخلطه دي؟ عشان هقلي الاول الكفته وبعد كده ايه هعمل بقيه الحاجه. ممكن ابتدي اولع بقى الاثنين دول. انا ولعت لك كل حاجه. طيب. لا خليكي في اللي فوق. طيب. اوكي. اول حاجه هنا نص كيلو لحمه مفرومه فيها نسبه دسم، واللي مش عايز ما يجيبش الكفته فيها نسبه دسم. ادي الساشيه. اجيب لك او الباكت. هو المقص. اوكي. دي الخلطه بتاعتك. ودي جديده على فكره. اهي. العاديه مش الحاتي. تمام؟ بالظبط. هنحط عليها الكميه كلها، يعني نص كيلو لحمه بياخد الكيس. اوكي. اهو. تمام. وهنحط عليها بقدونس وبيضه، ولا بقى هنزود ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. وهحط عليها شويه بقسماط وهبتدي اعجنها كويس. هجيب لك حاجه اكبر شويه. دي احسن. انا هعمل بايدي كده كده. والله عشان لسه هكور بقى الكفته بتاعتنا دي. وتحطيها في الزيت على طول؟ المفروض ان احنا نسيبها في الثلاجه مثلا نص ساعه تتماسك كده تمسك نفسها. بالظبط. بس احنا يعني حاطين فيها بيض وكل حاجه، يعني عاملين احتياطاتنا ان هي ما تفكش. وهنا هاخد دقيق هحطه في الطبق ده كده. هعفر في الكفته الاول. اوكي. طيب هعجنها بقى كويس بايدي. احنا غاسلين ايدينا طبعا وقاصين ضوافرنا، مفيش اي حاجه. وانا ضد استخدام الجوانتي بصراحه. انا معاك، بس عشان ساعات احنا بقى بنعمل ضوافرنا وكده ف ما بيبقاش المنظر لطيف، فالافضل نلبس جلوفز. ماشي. تمام. ادي الكفته. بص هي كده كده متماسكه جدا يا شريف. يعني ما فيهاش مش هتفك معانا في الزيت. هذه ليها صوص؟ الصوص بقى لو عايز نبتدي فيه. لا اعمل لنا عصير. لان انا كده كده مجهزه جاهز على طول علشان ما ياخدش وقت البصل اللي هو المتكرمل. اوكي. هنا هحط الكفته. انا ممكن اساعدك. ريحتها حلوه قوي. مش محتاج، ما فيهاش اي ريحه زفاره خالص. دي مهمه قوي برضه. دي حاجه مهمه قوي، هي دي اللي بتخلينا نقعد نزود في توابل وفلفل اسود وحاجات كده في اللحوم. اوكي. سهله قوي. سهلة جدا وطعمها تحفة. جربتها يعني. اوكي انا هجربها دلوقتي قدامكم. اللي بعديها يلا نعمل شوية حلوين كده عشان ممكن بقى تعملوها بالشكل. تاكل بصراحة. انا خلاص انا مسموح لي دلوقتي اكل اغلبية الحاجات. اول ما الزيت هيقدح يعني يسخن نجرب. هنحط فيه الكفتة تتحمر من كل الجوانب، وبعد كده نبتدي نعمل لها الصوص. حلو قوي عشان تاخد لونها وتستوي كل حاجه. اهي فكرينا كده عملتيها ازاي. نص كيلو لحمه مفرومه في نسبه ده او ما فيهوش، يعني زي ما انتوا عايزين. حطيت عليه الكيس خلطه كفته ماجي، وبعدين حطيت عليه بقدونس بيضه واحده، وحطيت شويه بقسماط يعني نقول معلقه كبيره، وما زودتش اي بقى اضافات تانية ولا ملح ولا اي حاجه لان هي فيها ملح. طيب ممكن بقى تبتدي تعمل لنا صوص؟ حالا هغسل ايدي بس. يلا. ما كملش. لا كده كفايه. كده حلو؟ كده حلو قوي. يلا بينا هشيل دوت. كده عملنا لكم الكفته النهارده. شكلها لطيف قوي واكيد طعمها هيبقى احلى. وريحتها يا شريف ما فيهاش اي ريحه زفاره. ودي مهمه قوي بالنسبه لي. طبعا. الصوص بقى. لو قلنا مقاديره صح؟ هنا الطاسه سخنت جدا، هحط فيها نقطه زيت علشان الزبده ما تتحرقش. تعالى شوف. تمام. شيل ده هنا كده بس هنشف ايدي كويس. ايه بقى؟ حطيت نقطه زيت في الطاسه عشان بس الطاسه سخنت قوي، لكن في العادي هتحط الزبده على طول. هجيب بس دي. هجيب المعلقه. هنا بقى هحط معلقه زبده. جاري هاتلي. ايوه كفته كده ريحتها حلوه قوي. هي تحفه، هتطلع هتعجبك قوي.
عليها بقى ايه؟ نفس كمية الكفتة او اللحمة المفرومة هنجيب نفس كمية البصل، يعني نص كيلو نص كيلو. تمام؟ بنفضل ايه بقى؟ على نار متوسطة بنحط البصل مع الزبدة عشان يكرمله، عليهم معلقة صغيرة سكر، وبنفضل نقلب فيه براحة لحد ما بيبتدي ياخد لون الذهبي. بنزوده ممكن شوية مية، ممكن نزوده يعني مرقة، يعني زي ما احنا عايزين، بس احنا مش عايزين نحط فيها اي مرقة او اي حاجة، فنزوده سنة مية يبتدي ياخد لون اكتر. وبعد كده نفضل نقلب اول ما يشرب المية، نبتدي نقلب كويس لحد ما بيبقى اللون ده خلاص. اوكي، ورينا كده اعملوا كلوز على اللون زي ما عامل ده. اوكي خلاص. أيوة. اول ما بيبقى اللون ده هبتدي بقى اشتغل فيه، فهنرجع دي بقى ورا. احنا كده ايه قلنا جهن. تقريبا طريقتها تبقى عامله ازاي. هجيب طاسه هوريكم بقى الصوص. هنا بقى حطيت كميه البصل، هو بيقل جدا، ونفس الطريقه دي بنعملها لشوربه البصل يا شريف، يعني نفس طريقه كرمله البصل ده. خلاص بصوا بقى لونه بني، ما بقاش زي الكشري، زي بصل الكشري، مش ناشف، مش متحمر كده. تمام، بضيف عليه ايه بقى؟ زودت عليه ملح، وزودت عليه اهو دلوقتي بقى هزود زعتر، زعتر فريش، لو مش عندكم مش مشكله. تمام، وانا الكفته كده بتاعتي خلصت خلاص، نطلعها عشان ايه هبتدي بقى خلاص الصوص يخلص هحط فيه اللحمه على طول. ادي البصل هظبط بس الملح سنه صغيره، وهظبط سنه فلفل اسود. خلاص المرحله دي بعد ما لونه بيغمق كده او بيبقى بني هحط سنه صغيره قوي ثوم زي ما احنا شايفين كده، ريحه الثوم هتطلع، هروح ضايفه عليها على طول الكريمه. بعد الكريمه هزود جوزة الطيب، كريمه مع جوزة الطيب رهيبه ده. اي صوص ابيض يعني. خلاص هقلب كويس، في اللحظه دي بقى ايوه في اثناء هذه اللحظه احنا حاطين الكفته ادلوقي على طول. ما انا هعمل كش ساعه ايه عشان ما تخش. بتحط قد ايه فيه بقى؟ هي غلوتين يا شريف مع الكريمه عشان بس الكريمه اللون بتاع الصوص يبقى بني شويه ونغرفها. اوكي، وكده وصفه الكفته اللي بالبصل المكرمل خلصت. يلا خشي لي بقى الوصفه اللي بعدها هتعملي ايه. حاضر، هقلب بس دي، طعمها حلو قوي. خلاص اللون الصوص بس يغمق سنه وبعدين بنطلعه. الوصفه اللي بعدها نقول مقادير. سهله قوي بقى، رز إيه بقى؟ بالمشروم والكريمه. ماشي، المقادير عندنا رز سويناه اللي هو رز الياسمين، عملناه حطينا فص مستكه، هقول طيب طريقته بس بعد ما اقول مقادير. رز سويناه خلاص، مشروم فريش، بقدونس، بسلة مسلوقة، بصل أخضر، جبنة بارميجان، كريمة، ملح وفلفل وزيت. سوينا رز ازاي؟ حطينا زيت عليه فص مستكة، بعد كده نزلنا عليه الرز، وحطينا عليه مرقة فراخ، وسويناه بقى، حطينا المية وسويناه بالطريقة الطبيعية اللي هي المية أول ما بتتشرب، يعني رز بيتشرب المية بنوطي خالص وبنسيبه يستوي براحته. جوهر إيطالي على الكفتة كده بقى عشان الناس تشوفها إيه وإحنا بنغرفها، ريحتها في الحقيقة حلوة، وموضوع البصل المكرمل مع خلطة كفتة ماجي عاملين شغل يجنن. طيب هنا بقى كده بقى نخش على الرز. الطاسة هنا بقى ممكن لو عندكم بواقي رز تعملوا بيه الوصفة دي. بحط المشروم طبعا، مفيش احسن من المشروم الفريش. ده حقيقي يفضل، والطبق ده مش محتاج جنبه اي حاجة تانية غير طبق سلطة لانه فيه بروتين نباتي وفيه كل حاجة.
ونشويات وخضار. نرجع الاكياس دي في العلبه بتاعتها اهي. ميرسي ماجي. ايه بقى؟ حطيت هنا نقطه زيت مع المشروم. المشروم بعدين اسيبه بس ياخد لون شويه، وبعد كده هنزل ايه بقى؟ بعده هنزل البسله. البسله انا سلقاها نص سلقه علشان ما تاخدش وقت. طب يلا حطيها لنا بقى. طيب نشوف يعني الطريقه على طول. هنا بس المشروم خلوه يعني يدبل وياخد لون بني شويه. بعد كده هحط عليه الرز. ده مستوي. رز الياسمين ده رهيب. ممكن يكون فاضل عندنا في الثلاجه زي ما انت قلتي. نفس فكره الرز الشاينيز شويه يا شريف، اللي هي بيبقى عندنا لو عندنا هنا بيضه نروح حاطينها عليه يبقى تحفه. تيجي نعمل كده؟ نعملها في مره، بس ما فيش هنا بيض. فيش هنا بيض؟ لا الثلاجه وروني. اوكي. في؟ لا. اهو. تمام. بصوا بقى انا الرز اللي عملته ده لو كان عندنا بقى شويه صويا صوص. ما هي لازم صويا صوص عشان يبقى. طب على فكره ممكن نلاقي. ممكن. يا ولاد غششوني في ودني، عندنا هنا صويا صوص. ما بتردوش ليه؟ هي بالصويا صوص هتبقى طبعا يعني صويا صوص من غير بقى كريمه وجبنه. ها؟ لان دي وصفه ودي وصفه. ممكن ادي لك جزء اللي هو بالبيض والباقي اكمله بالمقادير الثانيه؟ هقول لك دلوقتي. طيب. انا هنا حطيت ملح وفلفل، وهحط بقى في الوقت ده. بس استنى بقى شريف. لا بصي بقى انا هعمل بقى حاجه على مزاجي. طيب هدي لك جزء تعمله كده. حطولي في عشان ده كريمه مع صويا صوص. مش هينفع مع بعض. انا هنا هعمله على الطريقه التشاينيز شويه. وانا هعمله بالطريقه الثانيه. يلا ماشي، ونشوف بقى اعملوا انتوا بقى في البيت وقولوا لنا ايه اللي عجبكم. طب هتديني طاسه؟ هدي لك حالا طاسه. جبت هنا بصله خضراء. انا معايا متقطع لو عايز بصل. اهو. عشان تستخدميه؟ هستخدم جزء منه. لا انا هاخد دي بقى خلاص. طيب هسيب لك. طيب الجزء اللي انت هتعمله هنا. اوكي. انا بقى هعمل الجزء ده بالطريقه دي. هنا حطينا قلنا ملح وفلفل، هحط شويه صغيرين قوي كريمه، مش كتير عشان انا مش عايزاه شبه الريزوتو يعني. اهي. وهحط جبنه بارميجان. ممكن تحطوا جبنه اي جبنه ثانيه لو ما لقيتوش اللي هي قالت عليها دي، بس هي بالجبنه دي بصراحه طعمها رهيب. طبعا. وهحط بقدونس، وهحط بصل اخضر في الاخر خالص قبل ما نرجع. انا عايزه احس بطعم البصل الاخضر بس. شويه وقدم. انا الرز بقى دايما بعمله بحط عليه بيض وبصل اخضر. بيبقى تحفه. وصويا صوص يا شيرين صح؟ تعالى بقى لو عايزها. انا انت خلصتي؟ انا هغرب ده بس. هسيبك للوصفه بتاعتك. طيب انا هعمل ايه بقى؟ بصوا هنا الرز بتاعنا اهو بالمشروم والبسله، هحط عليه ده صويا صوص. هنا بيضه. اوكي هساعدك حالا. ثانك يو. هتقرب. ايوه وبيضه ثانيه اهو. في ناس بعد بتغرفه في الاخر وتحط عليه بيضه في الاخر نيه، بس مش هعمل كده قدامكم عشان ما تقرفوش وتقعدوا تقولوا ايه ده. اهي كده اهو. مش بتقلب بسرعة. البيضه الاول في النص يا شريف. ها انا قلبتها. اوكي هسيب بقى كده البصل. البصل اهو في هنا وهنا، عايز انهي واحد؟ ماشي ده. طيب. اوكي اهو البصل. سيبي كده صويا صوص. ايه دي صويا صوص؟ بس هنحط شويه. اوكي ادي وصفتين برز. لو عندكم بواقي رز تبقى ايه؟ نقعد نقلب فيه. هو بيبقى معجن شويه، ده طبيعي اهو، بس بيبقى طعمه يجنن طبعا، وفي قيمه غذائيه فظيعه. انت مش عايزه بقيه البصل الاخضر ده؟ لو عايزه خلاص انا كده تمام. ممكن اخد شويه. مش عايز توم؟ لا بس
كده. اي اكل بيتحط فيه صويا صوص ما بنحطش فيه ملح ولا ملح ولا فلفل الحقيقه. بس اهو ممكن بقى بدل المشروم اللي عنده فراخ قطع، اللي عنده لحمه، عنده جمبري. وعلى فكره للناس اللي مستغربه موضوع البيض مع رز بطعمه تحفه 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 يعني، لازم تجربوا الحاجه وبعدين تحكموا. طيب انا بقى هعمل حاجه هقدمها لكم بالطريقه اللي بيقدموها بره بالظبط. يلا حضره هحط عليها بيضه نيه. طبعا الناس هتقرف بس انا بس انت بتقول الطريقه. اه هم في الصين بيعملوها كده اهو. هشيل دول، هسيب لك البصل الاخضر الباقي. بص بقى كده اهو يحطها. وهي بقى فريده هتيجي بيضه من الثلاجه بليز بعد اذنك، عشان لازم الرز يبقى سخن جدا. خلاص ونروح حاطين عليه البيضه. البيضه هتشوفوا هيحصل ايه دلوقتي. نحفر كده في النص كده حفره صغيره. هي دي البيضه. اوكي الصينيين بياكلوه كده، بيروحوا جايبين البيضه كده والرز سخن جدا ويروحوا حاطينها كده اهي. اوهوهو. وبنسيبها هي السخونيه بتاعته بتسويها بنسبه 60% او 50% بتتاكل، بيبقى فيها قيمه غذائيه فظيعه وطعمها بيبقى يجنن في الحقيقه. بس مش كل الناس، مش ني عشان الناس ما تخافش، لو هي عشان موضوع البيض ني ده مش حاجه صحيه. فهو فعلا زي ما شريف بيقول السخونيه بتسوي السخونيه بتسوي دي. يعني احنا لو سيبناها كده شويه هتلاقوا البياض هيبتدي الشفاف ده هيبتدي يبيض مع البيضه بتتاكل، طعمها بيكون اكثر من رائع. تسلم ايدك والله. ميرسي ميرسي يا شريف. احنا لسه عندنا اكله كمان. فاضل لنا اكله واحده اللي هي البطاطس المشويه. اسمعك اغنيه الاول. يلا بينا نسمع حاجه للعندليب عبد الحليم حافظ، بعد كده ناخد فاصل، بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع فريده نكمل اكلنا. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. I'm
عادي يعني. لا ابتدينا؟ ابتدينا. بتقلق تبقاش عارفه احنا بنسجل مش بنسجل، تقول ايه ما تقولش ايه، بس احنا كل حاجه بنقولها قدام الناس. ابصي في الارض. لا ما تبصيش في الارض، احنا كل حاجه بنقولها قدام الناس، ما عندناش حاجه نخبيها. احنا عندك مصداقيه. نخبي الحاجات خلينا كده وقت عادي بتنشر. طب هتعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هعمل بطاطس مشويه بالخضار والجبن. هتستخدمي البوتجاز؟ لا مفيش بوتجاز. انا مجهزه نفسي. ماشي. اول حاجه هقول مقادير. بطاطس، جبنه موتزاريلا، جبنه جوده، ملح وفلفل، فلفل الوان متقطع مكعبات، ذره حلوه، بصل اخضر، خيار مخلل، بنجر، مايونيز، كاتشب، جزر مبشور. الخضار ده بقى على حسب الذوق، يعني عايزين بقى تحطوا بسله، اي حاجه بقى زي ما انتوا عايزين، بس الوصفه حطوا خاشوف حلوه. ممكن. طيب اول حاجه احنا مسكنا البطاطس غسلناها كويس، بعد كده لفيناها بورق زبده وورق فويل ودخلناها الفرن لمده تقريبا 40 دقيقه. تمام. شويني. لحد ما تشوت. بعد كده قسمتها نصين، خدت البطاطس من جوه اللي هي البيري بتاعها عملته كده، ودي حطيت عليها سنه زبده ودخلتها الفرن كده تتحروق سنه. تمام. دي بعد ما فضيناها اول حاجه هعملها الحشوه بتاعتها. ادي البطاطس عليها الجبن عليها هنا حطينا الجبنه الموتزاريلا ودلوقتي الجوده او اي نوع انتوا تحبوه اللي فاضل عندنا في التنبيه بالظبط مش هنشتري انا بحب قوي الحاجات دي. وعندنا فلفل الوان مقطعينه مكعبات صغيره، خيار مخلل و ذرة حلوة. بتعرفي تخلي لي حاجات؟ بعرف طبعا. بس دلوقتي عندنا أميرة بقت أميرة حسن؟ قسم المخللات. لا بتعمل حاجات تانية. عملت ليمون وعملت لي ليمون تحفة تحفة. أنت قلت لي على الخيار ده. أنا عايزة أفتح محل ترشي وأخليها تورد لي. لا رهيبة رهيبة. ترشي شريف مدكور. وبعدين شكل البرطمانات بتاعتها حلو. حلو. هنا زودنا في ملح وفلفل. ما في حاجتين نفسي يبقى عندي. ايه بقى؟ فسخاني شريف مدكور وترشاني شريف مدكور وفطاطري شريف مدكور، عشان انا بحب الثلاث حاجات دول قوي بجد. الفطير والفسيخ والترشي. طب بتحب الفسيخ اكتر ولا رنجه؟ لا طبعا الفسيخ بجد. ماشي. واحب ريحته قوي خرابي. جميل جميل بجد. واصحابي بقى كلهم عاملين بقى فيها ايه؟ ده هي وحشته يا شريف كلها في ريحه، لكن الطعم مختلف. انت مش فاهمه حاجه، ده هي ريحته هي المزاج اللي عامله الشغل كله. طبعا يا خرابي. وتقطعي عليه بقى شويه، تحطي شويه فلفل اسود حصى كده على شويه بصل على شويه زيت زيتون. يا الله. بتحط ليمون وليمون طبعا. دي بقى فطير مشلتت. ما اعرفش بحط فين فطير مشلتت.
تروحي بقى جايبه وحاطه حته الفسيخه مع الفطير مش عارف كده، واكله بصل. السنه اللي فاتت في شم النسيم اتحرمت كل الحاجات دي، ما اتكلمش. لا بتكلم، ما بيهمنيش. لا بس الموضوع بيبقى صعب يا شريف، مش معقد. اصل البصل بيبقى طالع من هنا، وايه المشكله يعني؟ يعني بحس لا هو اصلا بيخلي العين تقفل لوحدها. يعني بعد الاكله دي لازم تخشي اتنين. لازم. طيب هنا هعمل حاجه عشان نسي شم النسيم يجي، عشان شم النسيم اللي فات كنت عيان ما عرفتش اكل الاكلات دي، كنت محروم من كل حاجه. يوميها قعدوا ياكلوا فسيخ ورنجه وانا قعدت استفزاز. وانا قعدت اكل شوربه فريخ مسلوقه. معلش شم النسيم الجاي بقى الاكل بتاعت الفسيخ دي عندي عليك. مين هنا بيحب الفسيخ؟ تالي ابويا طبعا. مين من الساده مصورين اهو؟ طبعا الراجل ده. انتوا بتحبوش انتوا الثلاثه الفسيخ؟ هو بيحب الفسيخ. الشاب اللي في النص ده طبعا الشباب ما بيحبوش الفسيخ، يقول لك ياي وحش جوجو. انا هقول لك على حاجه. ليه ما تحبيش الفسيخ؟ رنج. انتوا كلكم صغيرين ما بتحبوش الفسيخ. انا هقول ما بتفهموش. انا جده نوح الله يرحمه كان بيحبه جدا جدا، ده راجل اصيل. مامتي بقى ما كانش يعني لو شمته من على الباب ما تجري زحوره، لحد بقى ايه واحده صاحبتها اقنعتها. لا في شم النسيم عملت لها ساندوتش كده وقالت لها سحر دوقي. فماما خدته عجبها جدا. قالت لا ده حاجه ثانيه. لو انت امك مزاج دلوقتي بقى ايه تمسك الفسيخه وقعده. ايوه لا طيب. سحوره فسيخ بقى. لو جبت اشتري شرايط فسيخ وبصل ابعتي لي. سحوره هي مامتها صديقتي الصديقه. انت رحتي فين؟ معلش بس ايه هخلي الجبنه تسيح على البطاطس. ماشي هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ الصوص ده ولا ايه؟ بص بقى طبعا دي كميه بطاطس محترمه ف ما تترميش دي. طبعا لا هناكلها للعيال، احنا بنرمي حاجه. انا ما بحبش ابدا اخش ابص في الزباله الاقي فيه اكل زي غير قشر البطيخ وقشر البرتقال. اي حاجه اي قشر اي يعني. قشر او قشر الموز اي حاجه الاقيها بزعق. لا انا موضوع رمي الاكل ده بالنسبه لي كارثه. حرام يعني. انا ربنا هيحاسبنا. انا بقى من الناس اللي دايما بجدد كده في الاكلات، حتى لو في حاجه فضلت بظبطها. يعني ما بحبش ارمي الاكل ابدا. انا كل اللي معايا كده. هنا حطينا مايونيز وكاتشب عشان وبعدين تبقى. الاطفال الصغيرين مش عارفين قيمه الاكل، يعني يروحوا ياكلوا ويطلبوا اكل بالشيء الفلاني ويسيبوا نص الساندوتش. انا بتنرفز. ليه بقى؟ مش عارفين قيمه الحاجه عشان بالنسبه لهم. لا انا في ناس بقى بتستفزني في حاجه، يبقوا جعانين قوي ويقعدوا في مكان او يروحوا حته يشتروا اكل بيطلبوا حاجات كتيره قوي. والنصها يترمي؟ معظمها مش نصها، اكتر من نص، لانهم بيقعدوا يدوقوا من كل حاجه عشان نفسهم من كل حاجه. والاكل بقى اللي بيبقى زياده ده ما اعرفش بقى بيترمي. تيك اواي؟ لا ممكن يترمي. في بمناسبه التيك اواي، يعني في ناس بقى بتتكسف تاخد التيك اواي. انا من كام يوم كده كنت بتعشى في مطعم هندي حلو قوي، فضل شويه رز قد كده وفضلت حته فرخه فخدتهم تيك اواي. ايوه في بقى ناس. اي حد؟ لا انا خدتهم كرتهم. ماشي او تديهم يعني. او اديهم لاي حد محتاجهم. بالظبط. في ناس بقى تتكسف تقول لك يعني جت على حته اللحمه دي ولا جت على دبوز الفرخه دي يا بودي؟ اقول لهم لا عادي، يعني ايه المشكله؟ مش دافع فلوسها. الحاجه الوحيده اللي بيتهيألي ما تتاخدش السلطه، لان عقبال ما بتروح وكده باكلها في العربيه. بجد؟ المذيع النتن. والله ما ترموش اكل ابدا، وما تروحوا مطعم ويفضل اكل خدوه تيك اواي زي ما فريده قالت. ممكن اي حد اي حد موجود في في, في, في يعني في الطريق تدوا له الاكل ده او تاخدوه تسخنوه وتاكلوه عندكم. السكيورتي بتاع العباره عندكم. بس اهم حاجه يبقى في طبق نضيف ومتزوق مش باين عليه انه بواقي. اكنكم هتاكلوه. اكنكم هتاكلوه مش بواقي. مش بقى يعني لما حته الفرخه في حالها، مش انت اكلت نصها وسبت نصها وتديها له. صح. لو انت اكلت نصها وسبت نصها خد النص التاني كله انت في بيتكم. بالزبط. بس ما تديلوش حته انت قاطم منها. صح. او ساندوينش انت قاطم منه ببقك، ده ما ينفعش، لا يجوز. ولما تيجوا تاخدوا الاكل معلش يا شريف تيك اواي تقولوا للي هيعمل لكم يعني اللي هيلف الاكل ده، تقول له الحاجات اللي ينفع تتاخد، لان في ساعات بيبقى بواقي ملهاش اي معنى. هنا بقى عملنا حطينا قلنا على البنجر مايونيز وكاتشب عشان يبقى طعمه مسكر شويه، وايه حطيناه كده على الوش. انا عايزه اقول لك طعمها اكيد. انت كده هتشوفيني. فاضل بس هحط الجزر عشان نخلص بس ايه يبقى النهارده كل الوصفات. صح مش بتاع انت فرنسي ولا انجلش؟ لا فرنسي. يا اختي عليك حاجه. والونزي يعني. يلا يلا بينا. و ماشي بودي Allons-y, les enfants. Les enfants. عارف يعني ايه les enfants؟ يعني الاطفال الصغيرين. انت هتجيب لنا صورتك وانت صغير صح؟
انا هنعرض على الشاشه عشان يبقى عرضناك وانت كبير وعرضناك وانت صغير الناس تشوف الفرق. اوكي هو بالشكل ده. ميرسي يا فريده. ميرسي يا شريف. انت جميله. وي لاف يو. طب احكي لنا النهارده انت عملتي ايه بقى؟ النهارده عملت ثلاث وصفات. اول وصفه عملت كفته استخدمت فيها خلطه كفته ماجي وعملتها بالبصل المكرمل والكريمه، وعملت رز بالمشروم والجبنه، وعملت السلطه او يعني الصنف ده اللي هو بطاطس مشويه بالخضار والجبنه. الله بالهنا والشفا. وانا كتير بشكر فريده على وجودها معانا النهارده والاكل الحلو اللي عملته لنا. ميرسي ليكي. ميرسي يا شريف. خلينا نسمع اغنيه، بعد الاغنيه نروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عوض الله. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. رجعنا لكم مرة تانية واحنا دلوقتي في العيادة ومشرفنا ومنورنا استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. السيدة اللي بتعاني من مشكلة الاجهاض المتكرر حضرتك بتنصحها بايه؟ لو انت سألتني نمرة واحد ايه؟ اخر مرة حصل اجهاض امتى؟ اوكي. ولو كان اتأخر الاجهاض، يعني لو كانت حصل تأخر في الانجاب بعد اخر اجهاض، انا بعملها على انها تأخر انجاب. خلاص يعني ايه تعمل على انها تاخر انجاب؟ كثير من السيدات اللي عندهم اجهاض متكرر وبيحصل عندهم التهاب في قناه فالوب، هذا الالتهاب يؤدي الى اللي احنا كنا بنحكي عليه من بعض من حلقه من الحلقات اللي فاتت، انه دي بقى اسمها تاخر حمل ثانوي، وهذه المراه بتعامل معامله تاخر الانجاب. بس يظل بقى الملف ده المشكله الاساسيه فيه دلوقتي ايه؟
ان هي عندها تاخر انجاب وان هي هتصرف فلوس عشان تعمل علاج ايا كان العلاج، منظار او حقن مجهري او زي ما يكون، ويزال معلق في الملف بتاع هذه المراه ايه؟ ايه؟ الاجهاض، الاجهاض المتكرر. يعني مش معنى ان الانابيب باظت وبقى وانا عندي اجهاض متكرر انه لما هصلح الانابيب الاجهاض المتكرر هيروح. الاجهاض المتكرر ده يا انك انت تبص، اولا هو عشان يحصل اجهاض ايه المشكله؟ يا المشكله هي في الجنين، يا المشكله في تجويف الرحم، يا المشكله في التدفق بتاع الدم للرحم. حاجه من الثلاثه دول. هل لو الست النهارده بيحصل عندها اجهاض متكرر وما عندهاش تاخر انجاب واتعمل لها شعب الصبغه وطلعت شعب الصبغه سليمه واخر اجهاض كان من شهرين ثلاثه اربعه خمسه سته سنه سنه ونص، هتعمل ايه؟ سيبها تحمل وحط وعالجها بعد لما تحمل. هتقول لي طب ما اتعالجت قبل كده وخدت علاجات قبل كده وزي الفل، يعني الدكاتره ما قصروش معاها. فكر اوف ذا بوكس، يعني فكر خارج الصندوق. لو كانت بتاخد نوع كورتيزون غير نوع كورتيزون، لو كانت بتاخد نوع سيوله غير نوع سيوله، لو كانت بتاخد جرعه سيوله علي جرعه سيوله، لو كانت بتاخد اسبرين علي جرعه الاسبرين، يعني في شويه حاجات كده تتحط زي ما كان في الاجيال بتاعت الخمسينات والستينات. الست اللي كان عندها اجهاض متكرر يكتبوا لها روشته طويله كده وش وده ويقولوا لها لما تحملي بخدي الروشته دي. اوكي. المشكله في الجنين ممكن تكون من عند الرجل او ممكن تكون من عند المراه. لو هي من عند الرجل او من عند المراه يتعمل تحليل كروموزومز، عشان تحليل كروموزومات صفات وراثيه، حتى لو هما سلام قدامك كرجل وامراه، عشان كتير قوي ممكن يكون في طفره جينيه عند الرجل او المراه هي تكون اللي بتاثر على الجنين. رغم ان هي الست دي ممكن تكون حملت قبل كده على فكره وولدت قبل كده. الحاجه الثانيه هو تجويف الرحم، مهم قوي يتبص على تجويف الرحم بالاشعاع بالصبغه وبمنظار الرحم وما شابه، عشان في بعض الامراض او بعض المتغيرات التشريحيه اللي موجوده داخل تجويف الرحم ممكن تكون هي دي اللي بتعمل كده. رغم ان انا قلت لك من حلقه من الحلقات انه ممكن يبقى الست عندها رحم ذو قرن بس تحمل عادي، بس الست اللي عندها حاجز رحمي صغير او ورم ليفي صغير قد يؤثر ده على استمراريه الحمل ويحصل اجهاض. التجلطات والاجسام المضاده وما شابه، انا مش مقتنع ان دي انت تخلي امراه مثلا متجوزه بقى لها 10 15 سنه تجد 10 15 مره. أوكي. او يحصل عندها انه البيبي يفقد في الفتره الاولى من الحمل او في الشهور الوسطى 10 15 مره. بس هو ده برضو بيدينا انديكيتور او بيدينا مؤشر على انه اعلى بيئه الحرب اللي بينك وبين تجلط الدم، خليك اقوى منه التجلطات الدم او الاجسام المضاده. ولو كان زي ما كنا لسه بنحكي، لو انت كنت بتدي جرعه مثلا من الادويه السيوله علي جرعه السيوله، لو انت كنت بتدي ادويه عشان تخفض مناعه الجسم علي من الادويه جرعات الادويه اللي بتخفض من مناعه الجسم، لانه لازم في فتره من الفترات الحرب ضد الحاجه اللي بتعمل اجهاض هينتصر فيها الطبيب. اوكي. او هينتصر فيها جسم المراه. صحيح. بشكرك يا دكتور. بشكر استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع، خليكم معانا لو سمحتوا. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. اربع شارع شريف. رنين 10 سنين و فكرتهم بعض مستنيها دايما، والأوفرز والهدايا اللي بيجيبوها لمشاهدينا بكون مبسوط بيها جدا، وكمان بيعرفونا على منتجين ومصدرين ومصنعين منتجات مصرية غاية في الجمال. النهارده هنشوف منتج مصري أنا منبهر بيه. خلينا كده الأول نتعرف ونرحب بضيوفنا، مش هقول ضيف، هو صاحب الشارع يعني، الأستاذ أحمد سعيد مدير التسويق بشركة رنين. أهلاً. أهلاً، إزيك يا شباب؟ منور. أهلاً وسهلاً بيك. ومعانا النهارده أستاذ شريف عبد الرازق مدير مبيعات كبار العملاء بمجموعة مصانع عابدين. أهلاً بيك. أهلاً بيك. منورنا. ربنا يخليك بنورك. ومعانا النهارده خمس سيدات من صفحة رنين على الفيسبوك، كانوا مشتركين في إيه؟ احنا دلوقتي بقينا بنعمل على طول، خلاص بقى اللي عايز يظهر في شريف اربعة شارع شريف يلا
يلا خشوا على صفحه رنين وقولوا عايزين نطلع على شريف عند شريف 24 هتيجوا تاخدوا هديه وهديه مش اي هديه بيلاقوا فورم كده وبعدين بيسجلوا فيه بنتصل بيهم على طول بتبسطني ان انا بشوف المشاهدين بتوعي والله انا عايز اقول لك احنا عندنا ويتنج ليست كبيره هاتهم كلهم يعني عاملين لك كده ما احنا مش هنسيبكم المره الجايه في حاجه زي كده في 14 شريف طيب هستاذنك هنتكلم مع الاول برحب بيكم مشرفيني ومنوريني وجاهزين للهدايا بتاعت النهارده طب خليني كده اتعرف بيكم ممكن حضرتك تمسكي المايك اوكي من اول من اول حضرتك اتفضلي اهلا بيكي اهلا بحضرتك اسمعك ايه دعاء ناصر اهلا يا استاذ دعاء منين اهلا بحضرتك من حدائق المعادي حدائق المعادي اقرب فرع الرنين جنبك فين هو الاقرب ليا سعد زغلول بس انا دايما بتعامل مع شبرا مصر شوف اشمعنى بحبه بتحبي الفرع اوكي هما بيحبوكي قوي كمان اوكي نشوف بعدها اتفضلي اهلا بيكي اهلا بحضرتك اسمك جونيا نصيف اهلا بيكي اهلا بحضرتك منين مصر الجديده اهلا وسهلا واقرب فرع ليا اللي في جسر السويس عند ظهر الميريلاند والفرع ده حلو قوي فرع كبير جدا صحيح. وعلى طول بيعمل اوفرز وبالمناسبه النهارده كمان عامل حفله كبيره وضخمه كانت سد الطريق اساسا اوكي منورانا ميرسي حضرتك متزوجه حضرتك لا وحضرتك متزوجه اوكي عايز اعرف مين اللي هتاخده للجهاز ومين اللي هتاخده تستخدمه على طول اللي بعدها اهلا بحضرتك مروه محمد من مدينه الفسطاط الجديده اهلا بيك اهلا بحضرتك اقرب فرع رنين فرع سعد زغلول سعد زغلول متزوجه ولا مخطوبه لا متزوجه وعندي طفلين هتشيلي لهم ده لجهازهم ولا هتستخدميه على طول الهديه لا اكيد لجوجو يعني ايوه تستخدميه على طول ان شاء الله اوكي اهلا بيكي انا بحضرتك نتعرف بعد كده ندى يحيى ازيك يا ندى تمام الحمد لله ايه جايه لنا منين شيخ زايد اهلا بيكي اقرب فرع هو بصراحه مش عارفه بابا اللي بيروح يجيب بابا اللي بيروح فرع 6 اكتوبر فظيع وفي اوفرز رهيبه وبعد كده تروحي مع بابا هروح بعد كده تعلمي تنقي الحاجات بتاعتك بالظبط انت مش متجوزه لا لسه طالبه هتشيلي الطقم للجهاز ان شاء الله اهلا بيكي منورانا اتفضلي اميره عبد الله اميره اهلا يا استاذه اميره من 15 مايو كنت الاول بتعامل مع رنين في اللي هو الفرع اللي في شبرا مصر دلوقتي لما فرع حلوان اتفتح بقيت بتعامل معاه كتير وفرع هناك حلو قوي كبير وجميل جدا بتعامل معاه كتير اهلا يعني. وسهلا متجوزه ولا هتشيلي الطقم للجهاز؟ لا هشيلي الطقم للجهاز يلا ان شاء الله تستخدميه على طول والعريس يجي على طول بعد الطقم ان شاء الله طيب خليني اتكلم مع استاذ شريف عبد الرازق النهارده مشرفنا منورنا وهنتكلم عن منتجات مصانع عابدين في الحقيقه انا اول ما دخلت شفت المنتج هتقولي المنتج يا جوهري كده اعملوا عليه كلوز قلت لهم دي الحاجات دي مستورده ولا ايه؟ قالوا لي الحاجات دي صناعه مصريه. كنت فخور جدا لانها اولا العلبه حلوه المنتج حلو الوانه حلوه وهنستخدم دلوقتي او هنوريكم لان دايما اللي بيشتري الطاسات والحلل دي بيبقى خايف انها تتخربش وتتجرح وكده فهنوريكم قد ايه هو منتج بكواليتي او بجوده عاليه جدا فاستاذ شريف اشرح لنا كده وعرفنا بشركه عابدين او مصانع عابدين. حضرتك احنا مصانع عابدين في مصر من سنه 1960 ما شاء الله بنشغل في الالومنيا مصنع بيشغل في الالومنيا بس اللي هي الالومنيا القديمه وانتم مشهورين بيها جدا بالظبط فالحمد لله احنا في 100% من انتاج مصنع الالومنيا بيتصدر يعني ما فيش حاجه فيه بتنزل لسوق مصر طب بس احنا هنغير طب احنا عايزين يبقى فيه تصدروا وتنزلوا لنا هو للاسف الطلب على التصدير الحمد لله يعني كويس جدا بره بيستخدموا الالومنيا اكتر احنا هنا في مصر المستهلك بيروح للحلل السيراميك او الجرانيت اكتر عشان من الحلل الالومنيوم بالظبط وفيها مناظر خلينا فيها مناظر بالظبط اوكي عايزين يدلعوا الحلل بالظبط هي الالومنيوم ما ينفعش تتدلع ما ينفعش عليها الرسومات لا بطلنا ندلع الالومنيوم في مصر من زمان افريقيا احنا معظم شغلنا بيصدر لافريقيا افريقيا هي لحد النهارده سوق السيراميك والجرانيت عندهم ضعيف شويه ما يعرفوش يعني ايه انما الالومنيوم اساس عندهم اوكي احنا هنا في مصر السوق اتغير الفتره اللي فاتت بقى سيراميك وجرانيت هو الاساسي عندنا بقى لنا حوالي 7 أو 8 سنين في الموضوع ده اوكي احنا طورنا الدنيا عندنا في المصنع عملنا مصنع تاني للجرانيت فين مصانع مصانعنا في العاشر المصنع الالومنيوم في متغمر والجرانيت في العاشر اوكي طورنا الدنيا عندنا زي ما بيقولوا كده في الموبايلات في حاجه اسمها 3 جي وال4 جي مصر عموما المصانع المصريه او التركيه بتشتغل في 3 جي اللي هو العادي الجرانيت العادي هو وري حضرتك دلوقتي الجرانيت العادي احنا كمان دخلنا في حاجه اللي هي ال4 جي اللي هي مش موجوده اصلا في مصر غير في مصانع عابدين فقط لا غير الحاله صحيه جدا الحاله الورده لا الورده اللي هو الجرانيت العادي اللي هو 3 جي اوكي الحاله العاديه اللي هي الموديل التركي
دي اعلى حاجه موجوده في مصر دلوقتي. أوكي. مش موجوده في اي مصنع. بس موديل تركي، بس انتوا دلوقتي بتصنعوه في مصر. الموديل الموديل الشكل الموديل. يعني ديزاينر. انما احنا الحمد لله في مصر المصنع الوحيد اللي بيشتغل بالتقنيه دي. احنا المصنع الوحيد اللي بيعمل حل على شكل ورده، ودي مش موجوده في مصر خالص. ان شاء الله. وهتلاقونا الفتره الجايه هنستخدم منتجات عابدين عندنا هنا في المطبخ، في الريستوران عندنا الشيفات بتوعنا هيطبخوا بمنتجاتهم. هو هيعجبك جدا ان شاء الله. انا متاكد من كده. طب بص، انت عملت كده وعايز افرج الناس الحاجات. تمام. نبتدي بايه؟ تمام. نبتدي بالورده. انا عايز الورده. اوكي. ده ال ايوه اتنين من عجب. هو العلبه بتاعتها بتتشال. اوكي، افتحها بقى ازاي من هنا؟ ده الاول. ده طب خلي وشها كده بقى قدام الناس. احكي لنا كده بقى، هنا العلبه دي فيها كم قطعه؟ الطعم ده عباره عن اربع حلل وجريل وشوايه. بالظبط. الله، حلو قوي العلبه اللي انتوا عاملينها. افتح لي بقى كده وريني. انا هفتح كبيره. يعني ده جرانيت بتقول عليه؟ يعني ده جرانيت. انا مش فاهم يعني ايه جرانيت. جرانيت يعني الحله ما بتلزقش، الاكل ما يلزقش فيها. وشكلها من بره اصلا عامله زي جرانيت. بالظبط. شكل زي الجرانيت. اوكي. دي تعجب منى طرابيشي قوي عندنا، تحب ايه الحاجات المدلعه دي؟ بصوا الحله عامله ازاي؟ ورده. تجنن. ودي ما بتتجرحش. بالظبط. وده ايه ده؟ لا لا، ده حاجه اسمها بكاليت. اسمها ايه؟ بكاليت. بكاليت؟ اوكي. هي كل حله لون. عجب يعني. لا لا، هو طب ده انت حاطط فيه الالوان كلها عشان نوري الناس الالوان بتاعتنا. طب ادي هنا دي الفوشيا ودي البني. نشوف في ايه تاني هنا. بصوا حتى لافين الحلل بقماش كده وحاجه. وعايز اقول لكم مش هقول الاسعار على الهوا، بس هم اسعارهم يعني حلوه جدا بصراحه. هي مفاجاه مش حلوه. لا الساعه انا اتخضيت لما عرفت الساعه. وهي دي ايه دي؟ انت فتحت ايه حضرتك؟ يوم تاني اهو. بس هي مفاجاه حلوه قوي. شايفين المنتجات المصري والصناعه المصريه بقينا شاطرين ازاي؟ ما شاء الله. انتوا عاملين الدرجات الروزات. بالظبط. هي اكتر حاجه بتطلب اهو. بصوا اهي الحله اهي. تجنن. حلوين قوي. يفتحوا نفس الناس للطبيخ. بس هنا بقى الجريل. الشوايه. الشوايه اهي. يعني كم قطعه كده؟ احنا قلنا اربعه كده. خمسه. اربع حلل والشوايه. والشوايه. وادي لور كمان. موف. تجنن. طب انت قلت لي ايه بقى اللي مهما جرحنا فيه ما بيتجرحش؟ الطعم التاني بقى حاجه تانيه. بصوا الشوايه حلوه ازاي؟ فيري نايس. ايه انهي طعم اللي عايز نفتحه؟ اللي هو ده. تاني ده او ده؟ هو كل حاجاته ما بتتجرحش، بس احنا هنعمل لكم دلوقتي كده اهو. لا من غير انا طيب. هنا هو ده. ده طبق اسمه ايه بقى؟ ده ديسكفري. ده حاجه ديسكوفري. اعلى في الجوده من الجرانيت. طب وده كام قطعه؟ ايه ده جوه هنا في معالق. في مع طقم معالق هديه. هم هياخدوا بقى ايه السيدات اللي معانا النهارده؟ الطقم الورده. الورده هتاخدوا طقم الورده. اي خدمه. الورده تكوينه اكبر، العدد الحلل اللي فيه اكتر. طب هنا في دولت اربع مع الطقم مع اربع سيليكون صح؟ سيليكون. طقم توزيع. طقم التوزيع. وده بيجي عليه الزيت السخن وكده ما بيجرلوش حاجه. بالظبط. صح؟ هنا انت طلعت ده كام؟ انا طلعت حله. بس عايز اوري للناس. بص حضرتك، ده الموديل الثاني. ده شكله مختلف. وانا احب اللون ده. والخامه كمان مختلفه. وريني بقى الغطا كده. كل حله لون؟ لا لا، ده هو لون واحد. ده لونه يجنن. فين بقى عايز بقى غير ده؟ ده اللي ما بيجرحش خالص. بالظبط. هات لنا بقى جيب كوين. ماشي. لا استنى، انا هجيب، انا عندي ما بجيبش كوين ولا حاجه. استنى. اوكي. يلا بص حضرتك. شايفين بقى من جوه؟ لا طبعا، ده لو حاجه بقى من الثانيه كانت هتتجرح خالص. لا كانت هتجمد شويه بس. لا خلاص بقى. الصوت ده بقى اسعر منه. اوكي، تتكحل كده مفيش اي حاجه بتحصل. طبعا ده بالنسبه لنا حاجه مهمه. ده اللون، الالوان، كل الطقم في منه اسود، في الرمادي، في الموف، وفي الاحمر. تخيل حاله كبيره كده بعد اذنك. دي ايه بقى؟ دي حاله مقاس وسط. ده جريل. ده الجريل. اتنين جريل؟ لا جريل ومقلايه. مقلايه؟
الله، دي اكبر مقاس. فيري نايس. فين الاسم؟ اه هو تحتها. تحفه، صناعه مصريه جوده عالميه. ميرسي، انا مبسوط قوي من الحاجات دي. فيري نايس. طيب احنا بقى النهارده السيدات اللي معانا اللي مشرفينا ومنورينا، كل واحده فيهم هيكون ليها طقم من طقم الورده. كل واحده فيكم مبروك، هيكون ليها وهي ماشيه كده هتاخد معاها طقم من طقمة الورد. وهنا انتوا بتعملوا برضو الطاسات اللي هي فرداني. بالظبط، يعني عايز اخش اشتري، مش ضروري اشتري الطقم كله. بالظبط، اللي هي الطاسات برضو الفرداني اللي هي ما بتلزقش الاكل. بالظبط، اه نون ستيك كلها. اوكي، وعندكم برضو الحاجات بتاعه الصواني. الصواني موجوده فرداني باحجام مختلفه والوان مختلفه. وهنا في الوك، الوك اللي بنعمل فيه الاكلات الحاجات الصيني وكده، ده برضو حلو جدا. انا بشكرك جدا على واشكر لي كل العاملين واصحاب المصنع على المنتج اللي انتم مقدمينه ده، يجنن بصراحه. طيب نرجع بقى للرنين. طبعا حاجتهم موجوده في كل الفروع. اكيد طبعا. طب احكي بقى الجمعه البيضه كده، نفكر الناس ان موضوعها ايه. الجمعه البيضه مش يوم الجمعه بس، دي كل يوم في رنين عندنا العرض عرضين والخصم خصمين. خصمين خصمين عرضين عرضين، يعني بالظبط كده. ف كتير بيقول احنا بنيجي يوم الجمعه وبيبقى فيه زحمه، قولوا حضرتك او حضرتك تعالي كل يوم عندنا نفس العروض، العرض عرضين وخصم خصمين. يعني لو شهر نوفمبر، لو لغايه كام؟ لحتى اخر نوفمبر. يعني لو شهر نوفمبر فيه اربع جمعات، ها رنين خلوا 30 جمعه خلاص، بقى كل الايام بقت يوم الجمعه عندهم الوايت فرايداي. وعاملين ودلوقتي بقى تابعونا على البيج كويس جدا، على رنين بيج، هتلاقوا ان احنا بنعمل شريف عروض انا شخصيا بتخض منها. بلاقي حاجات نازله باسعار. انتوا جبارين. ما بقى نزلت بقى جبارين، جامدين اول مره دي. لا برافو عليك وبشكرك، شرفتنا ونورتنا وميرسي ان انت عرفتنا ب ميرسي جدا ليك شريف النهارده ومجموعه مصانع عابدين، فخر للصناعه المصريه. ربنا يخليك يا شريف، اشكرك، الحاجات حلوه قوي. وميرسي ان انتوا جيتوا لنا النهارده، مبروك عليكم لقاط ام، اشكركم، ميرسي جدا ليكم. طيب خلونا نشوف فاصل ونرجع نكمل مع باقي سكان الشارع، خليكم معانا لو سمحت. اربع شارع شريف، اربع شارع شريف، اربع شارع سلام. يا سلام يا سلام، رجعنا لكم مره ثانيه. النهارده عندنا فاشن شو زي ما انتم شايفين، حاجات حلوه قوي وصناعه مصريه وكلها من تصميم وصمامات الازياء. اللي مشرفاني النهارده منورانا استاذه دعاء الخرزاتي، قلت الفاميلي صح. اهلا بيكي. اولا الكولكشن واضح انها حلوه قوي. في الاول اشكرك على حاجه، على ان انت عامله الهدوم كلها فضفاضه والبنطلونات كلها واسعه، مفيش بادي، مفيش حاجة، مفيش سكيني سكيني. وده بما ان انت متخصصة في ملابس البنات والسيدات المحجبات، احنا نتمنى ان البنات والسيدات المحجبات اللي ماشيين في شوارع مصر يبقوا لابسين فضفاض، لان لو اتكلمنا مش عايزين من غير ما حد يزعل، اكتر من 50% من البنات والسيدات المحجبات بيبقوا لابسين مدارين شعرهم ومبينين كل تفاصيل جسمهم
يمكن اكتر من البنات اللي مش محجبات. صح؟ ما هو ده في حاجة؟ صح كده كلامي صح؟ صح كده عشان ما حدش بس يزعل. لا 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 أوكي. هو ده المين كمان بتاعنا يعني يعني احنا اسمنا رؤى حجاب، فهي رؤيتنا ايه للبس الحجاب. اوكي. فهي احسن حاجة ان هو يبقى فضفاض، يبقى واسع وفي نفس الوقت كاجوال. مش طب انتي لما بتقعدي مع واحدة محجبة وتلاقيها لابسة بادي وجايبه مثلا في فرح جايبه فستان بكتف وكتف ولابسه تحتيه بادي لون الجسم، ما تروحيش تتكلمي معاها؟ كتير. بيقول لك ايه؟ احنا دخلنا كمان في لاين السواريهات شويه. بس هو لازم بتتقفل يعني لو جايبين حاجه من بره مثلا حمالات كده فلازم تتقفل بقى بقماش شيفون شفاف؟ لا بتبقى كذا طبقه بقى شيفون كذا عشان حاجه ما يبانش الجسم. طب بس انت بتقولي لهم ايه؟ صراحة. لا يعني بحاول اقول لهم حته البادي دي ما تنفعش خالص يعني. مش حلوه، مش شيك كمان يعني. مش من حاجات الحجاب، لا هي مش شيك. فهي لازم تبقى مش بادي يعني، لازم تتقفل فستان. طيب نفسه يتقفل. ال- ال- البنت ولا الست اللي تلاقيها برضو سيده محجبه ولابسه بنطلون سكيني وعليه بلوزه قصيره، ده ولا ينفع حجاب ولا غير حجاب، لان هي المنظر نفسه هيبقى وحش يعني. منظر الست او السيده نفسها بتبقى شكلها مش حلو. اوكي. باللبس اللي هو الضيق يعني، مش هنخش في الحته الدينيه، بس هي الضيق بيبقى شكل. احنا ما بنتكلمش في الدين، هي شكل بس. احنا بنتكلم بس على البنت والسيده اللي اختارت انها تبقى محجبه، فهو في شكل معين من اول الميك اب اللي بتحطه لغايه الطرحه اللي بتحطها ولفتها. انت برضو ساعات بتلاقي مثلا بنات او سيدات حاطين حاجات تحت كتيره قوي لان هم بيعلوا راسهم بيها اصلا. مش انا مش فاهم يعني ايه وجهه النظر، برضو مش قادر معتبرينها موضه، بس هي هو في حاجه يعني هو لازم المحجبه تمشي على الموضه ولا تمشي على الحجاب اللي هي اختارته؟ لا، وليه ما نمشيش على الموضه؟ اوكي. يعني مثلا بنطلونات الجلد السنه دي من السنه اللي فاتت حقيقه هي موضه، بس ليه ما نلبسهاش؟ عملنا بس في الكوليكشن واسعة. عملناها واسعه عشان احنا نفسنا نلبسها. مش لازم البس بنطلون ضيق، مش لازم البس بنطلون سكيني. صحيح. فاحنا ممكن نمشي على الموضه بس بحته شويه حجاب. اوكي. نطورها للحجاب يعني. صحيح. طيب خلينا مش عايزين حد يزعل من الكلام ده، في ناس بتتقهر لما بنقول الكلام ده، بس احنا بنقوله اللي بنقوله الحقيقه يعني. اللي اختارت انها هتغطي شعرها ما ينفعش تغطي شعرها وتبين تفاصيل جسمها، لان المنظر بيكون منتقد جدا ومختلف جدا. بس في الاخر كل واحده حره تعمل اللي هي عاوزاه. طيب احنا هناخد فاصل ونرجع نكمل بقيه الفاشن شو. فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. الله الله، رجعنا لكم مره ثانيه. مره ثانيه برحب بضيفتي النهارده، مشرفانا ومنورانا مصممه الازياء استاذه دعاء الخرزاتي. احكي لي القماشه اللي انت مختارها في الكولكشن ده، خريف وشتاء طبعا 2019 2020. احكي لي كده عن القماشه والالوان. طبعا الالوان احنا دايما عندنا معتقدات ان في الشتاء لازم الوان غامقه، لازم اسود رمادي نبيتي كآبة. يعني تحس انه داخل الشتاء وانت اصلا زهقان منه يعني. فانا حابه ان انا البس ابيض، اوف وايت، اورنج، اخضر. صح. يعني الوان ليه بتبقى كئيبه يعني. أوكي. دي حاجه. الشتاء لحد دلوقتي لسه ما دخلناش، فمش قادره احط شتوي شتوي. ف
فقلنا يعني خلينا في الكتان دوميسيزون شويه بالظبط. والكتان اللي احنا مستعملينه كتان مش بيكرمش، يعني هو كتان معالج فمدي تقله وفي نفس الوقت ما فيهوش كرمشه اللي هي الكرمشه بتاعت الكتان اللي الواحد بيكرهها يعني. وانت استخدمتي الجلد كتير في الكولكشن؟ شويه أوكي. لان انا حباه قوي السنه دي يعني. اوكي طيب الناس ازاي تشتري الحاجات دي؟ يتواصلوا معاكي ازاي؟ احنا عندنا كذا طبعا اونلاين ده اكيد. طب على فيسبوك وانستجرام هينزلوا على هم موجودين على الشاشه، الانستجرام وبعد كده نخش على والفيسبوك وايه كمان؟ وعندنا الستور في فين؟ اقول العنوان؟ اوكي في بورتو نيو كايرو ده أوكي. مول جديد لسه فاتح اللي على الدائري لا اللي في التجمع قدام الاي او سي في الدائري ده لسه جديد يا دوب 23 يوم تقريبا او 24 يوم. اوكي اسمه ايه بقى البراند؟ رؤى حجاب. رؤى حجاب وعندك غير المحل ده ولا في حاجه ثانيه؟ اتيليه بعد كده. اوكي بس انت بتدي لمحلات؟ طبعا بتدي لمحلات كذا حاجه. بتدي لهم المحل ما بياخد عندك بياخد الكولكشن كلها ولا اجزاء منها؟ ينقل على لا يعني هم الحمد لله بيثقوا فيا فبيخلوني لا احط اللي انت عايزاه يعني فبحط تقريبا كولكشن كله. اوكي وانا من نوعيه اللي انا بحب دايما بغير في الكولكشن يعني كل اسبوع 10 ايام يبقى الكولكشن كله يبقى جديد. انت عندك ورشه او مصنع ولا بتصنعي فيها؟ لا ورشه صغيره. اوكي فيها كم عامل؟ يعني تقريبا 4 غير المقص دار غير خمسه يعني خمسه. ومطلعين الشغل ده شاطرين قوي. قوي بصراحة. قوي والفينشنج حلو قوي الحمد لله. لا هو فلة لان احنا دايما مختاراهم على الفرازه. والله احنا بقى لنا اصلا ايه بقى لنا 15 سنه يعني مش بقالك في المجال ده بجد؟ اوكي انا ما اعرفش المعلومه دي. لا بقى لي كتير قوي. اوكي فانت خلال 15 سنه بقى عندك الجروب الخاص بيكي في ورشتك بالظبط اللي هم الخمس او ست انفار بتصدري بره مصر؟ لا لسه مستنيه تصدري عشان الخمسه دول تبقى 50. يا ريت اتمنى. مفيش اي حاجه بتطلعيها بره مصر؟ لا اوكي بس انت حاجاتك انا شايف انها تنفع تتباع بره مصر كويس قوي بالذات الحاجات اللي ليها علاقه بالكتان. فنتمنى ان انت تصدري يا رب ان شاء الله ان شاء الله. طب انت قلتي انت دخلتي عملتي حاجات لبعض الدور وسواري شويه؟ ابتدينا هنشوف النهارده ولا مش هنشوف؟ ان شاء الله في الطلعه الاخيره. طب ايه حاجه واحده بس مش فستان انا بعمل طبعا فساتين سواري بس اخترت النهارده عشان كله كاجوال فبرضه مختاره حاجه سيمبل قوي يعني. انت كل حاجتك المعادله انا بحب المعادله اللي انت عاملاها اللي هو سمبلسيتي البساطه عامه يعني فندم البساطة بالظبط. طب تعالي نشوف آخر جزء من الكولكشن ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا مزيكا. الكولكشن رائع ولا ماشي حلو والوان شيك. انا بشكرك شرفتينا ورتيني كل كولكشن وانت طيبه ودايما نشوفك عندنا في 14 شريف. ميرسي شكرا لمصممه الازياء استاذه دعاء الخرازاتي على وجودها معانا النهارده. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شريف. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا لكم. باي باي.